كتشوفوا اليوم كتجي الدوره الثالثه دوره تقوينيه في نسختها الثالثه في مقر الغرفه الفلاحيه لفائده عمال وموظفات وموظفي جماعه بن بلال المقبلين واستعدادا لاجتياز امتحان الكفاءه المهنيه برسم سنه 2023، واللي هذه الدوره التكوينيه عرفت استحسانا واستبشار وانعكاس ايجابي لدى الشغيله الجماعيه. وكيف شرط ان هذه الدوره التكوينيه جات حول ثلاث مراحل اليوم اللي كتشمل جميع الفئات، واللي هي تكون عباره عن واحد القراءه تحليليه ومفصله للقانون التنظيمي الجماعه الترابيه 113-14، وكذلك القوانين يعني والمستجدات يعني القوانين التنظيميه المتعلقه بالجماعه الترابيه. وهذه الدوره التكوينيه كيف شرط انها كتعطي يعني واحد قراءه تحليليه يعني كتهمهم يعني في اجتياز امتحان الكفاءه المهنيه، وكذلك مقبلين اليوم الغد بالمركز السوسيو ثقافي المسيره جوج بني ملال بالنسبه للفئه ديال الاطر التقنيه والمحررين والمساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون، وكذلك يوم الاحد المقبل 10 جنبي على الساعه 10 صباحا بالنسبه للاطر المتصرفين والاطر المهندسين بالجامعه. من هذا المنبر نحن كفرع محلي لجماعة بني بلال الاتحاد المنشور نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية برسم هذه السنة، وتحية لكم وشكرا.